طيب لو لاحظت معايا احنا كنا استخدمنا امر من شويه كده زي امر بتاع كابي او الامر بتاع ريموف، تمام؟ وكنا استخدمنا حاجه بالشكل ده. مثلا ار ام داش ار لل مش عارف سلاش تمب فايل واحد ولا داير واحد، مش فارقه، تمام؟ ده اللي احنا استخدمناه. طيب ممتاز جدا. بص لي بقى يا سيدي، انا لازم اتفق معاك كده اتفاق على ازاي اي امر في الدنيا بيتكتب، اي امر ايا كان، تمام؟ عايز اتفق معاك على اتفاق، اي امر في الدنيا ايا كان بيتكتب ازاي، ايه الشكل، ايه الصورة بتاعته، ايه الجنرال فورم بتاعه، خلاص؟ فانا هكلمك دلوقتي على الجنرال فورم بتاع اي امر. بص، اي امر في الدنيا ايا كان فبيتكتب بالشكل ده. الكوماند نفسه، بعد كده مسافه، بعد كده الاوبشن اللي ممكن تستخدمه مع الامر ده، بعد كده مسافه، بعد كده حاجه اسمها الارجيومنت. طيب حط بقى ده كده بين قوسين مربعين، يبقى ده هو الجنرال فورم، الصيغة العامة لأي أمر في الدنيا. الأمر نفسه زي مثلا كوبي، الأوبشن زي داش آر، الأرجيومنت عندي هنا الأمر ده اسمها أرجيومنتس، ها مش أرجيومنت واحدة، الأرجيومنت عندي هنا كانت هكبي مثلا الفايل اللي اسمه فايل واحد هسميه فايل اتنين. الامر ده كان بياخد اكتر من ارجيومنت. في اوامر تانية ممكن تاخد او في اوامر تانية ممكن تاخد ارجيومنت واحدة، زي ار ام مثلا، ممكن اقول له مسح لي الملف ده لوحده، ماشي كده؟ تمام. يبقى اي امر في الدنيا ايا كان له صيغة عامة، الصيغة العامة دي هو الامر نفسه والاوبشن بتاعه والارجيومنت. طب سؤال يا عم، انت ليه حطيت لي الاوبشن ما بين قوسين كده هو والارجيومنت؟ بص يا حاج، اي حاجه بين قوسين مربعين دول معناها ان هي اوبشنال، يعني اختياريه، يعني من الاخر ممكن تستخدمها او ما تستخدمهاش. يعني ايه؟ بكل بساطه يعني ممكن تستخدم الامر بس، وممكن تستخدم الامر مع اوبشن، وممكن تستخدم الامر من غير اوبشن بس معاه ارجيومنت، وممكن تستخدمه معاه اوبشن ومعاه ارجيومنت، الثلاثه مع بعض. يعني ممكن تستخدم ده لوحده، او الكوماند مع الاوبشن لوحده، او الكوماند مع الارجيومنت لوحده، ها، او ها الكوماند مع الاوبشن مع الارجيومنت، تمام؟ اديك مثال، احنا خدنا الثلاث امثله بالمناسبه. لو قلت له ال اس لوحده فانا كده استخدمت الامر من غير اي اوبشن ومن غير اي ارجيومنت، تمام كده؟ لو قلت له كده سي بي ها فايل واحد حطولي باسم فايل اتنين، كده استخدمت الامر واستخدمت الارجيومنتس جمع، ده ارجيومنت رقم واحد وده ارجيومنت رقم اتنين، تمام كده؟ ولو قلت له سي بي داش ار اهو، طبعا في مسافه هنا وفي مسافه هنا، ها، يبقى انا كده استخدمت الامر واستخدمت الاوبشن واستخدمت الارجيومنت اهو. وضحت الحكايه دي؟ دايما ما تنساش ان بيكون في مسافه بين الامر اهو والاوبشن، وفي مسافه بين الاوبشن والارجيومنت، وفي مسافه بين كل ارجيومنت عندك. خليك فاكر الحكايه دي عشان ما الاقيش واحد جاي بعد كده لازق لي الامر مع الاوبشن، يعني عامل لي سي بي داش ار لازقه في بعضها. ينفعش، ما ينفعش، ها؟ انا باكد عليك اهو وعمال احط لك في مسافات في النص ومثلث مقلوب عشان تبقى فاهم ان في هنا ايه؟ في هنا ايه؟ في سبيس هنا اهو. يبقى مع الامر لازم يكون في سبيس بينه وبين الاوبشن بتاعه، وفي سبيس ما بين الاوبشن وما بين الارجيومنت، وممكن وفي الطبيعي كمان هيكون في سبيس ما بين كل ارجيومنت موجوده. طيب
الاوبشن بكل بساطة بيغير البيهيفير بتاع الكوماند. خلاص اديك مثال، تعال اديك مثال كده بسيط. الامر اللي اسمه ls، ls بيعمل ايه؟ بيلست الفايلز، بس بيلست الفايلز بس كاسماء، ما بيديكش اي معلومات. طب لو قلت له كده ls داش ال، ها عمل ليست برضه بس اداك المعلومات، فغير البيهيفير بتاع الكوماند. بدل ما كان بيليست الملفات باسمائها وخلاص، بقى بيليست باسمائها وبيحط لك التايم ستامب وبيحط لك السايز بتاع كل ملف والاونر والبرميشن. ما يهمنيش ايه اللي موجود دلوقتي، بس هتشوف البرميشن كمان شويه. لو حسيت ان انتوا لسه معانا كده هديكوا البرميشنز كامله النهارده. فتخيل اهو ماشي. يبقى الاوبشن بيغير البيهيفير بتاع الكوماند بس. طب الارجيومنت، الارجيومنت هي معلومه بتديها للامر عشان يعمل حاجه معينه، معلومه الامر يعملها. زي ايه مثلا؟ زي ls، ls باي ديفولت بتليست في المكان اللي انت واقف فيه. لو قلت له ليست في مكان تاني بيروح يليست المكان التاني ده. يبقى المعلومه اللي انا اديتها للامر ده ايه؟ هي المكان اللي انا حبيته يعمل ليست له. ماشي تاني. يبقى الارجيومنت هي المعلومه اللي تهل الامر عشان يعمل ليست للمكان ده. ها واضحه الحكايه دي؟ يبقى مش عايز اشوف ال اقول لك ايه الحاجات الكوميديه دي، مش عايز اشوف حاجه زي كده، ومش عايز اشوف حاجه زي كده. خلاص الناس اللي بتنسى مسافات، مش عايز اشوف الشكل الغريب ده ابدا قدامي. ها واضحه الحكايه دي؟ ماشي تاني. عايز من اول انهي حته بالظبط؟ قول لي عايز من اول فين. من الاول. طيب اتكلمت على الصيغه العامه لاي امر. الصيغه العامه لاي امر هو الامر نفسه، ومع الامر ده بيكون في اوبشن وبيكون في كمان ارجيومنت. وقلت لك اي حاجه بين قوسين مربعين دول معناهم ان هم اختياري، ممكن تستخدمهم او لا. وقلت لك امثله احنا خدناها اصلا من غير ما تاخد بالك عليها، زي الامر اللي اسمه ال اس لوحده، والامر اللي اسمه كابي استخدمته مع الاوبشن واستخدمته من غير اوبشن كمان. لما قلت له كده ال اس، اسف، لما قلت له كده كابي فايل واحد سموه لي فايل اتنين، ولما قلت له سي بي داش ار لداير واحد حطها لي مش عارف في سلاش تم. خلاص يبقى اي حاجه بين القوسين المربعين دول معناها ان هي ايه؟ ها اوبشنال. وما تنساش لازم هيكون في مسافه بين الامر وبين الاوبشن بتاعه، وفي مسافه بين الاوبشن وبين الارجيومنت. خلاص كده. وقلت لك ان الاوبشن ده كل اللي بيعمله بيغير البيهيفير بتاع الكوماند فقط، بيغير البيهيفير بتاع الكوماند. زي الامر اللي اسمه ال اس كده كان بيليست الفايلز باسمائها بس، انما ال اس داش ال كان بيعمل لونج ليستنج. كان بيعمل لونج ليستنج. لونج ليستنج يعني ايه؟ ها بيعمل ليست لكل فايل في سطر لوحده وبيديك معلومات مين؟ ها معلومات الايه؟ الفايل ده، زي الاكسس تايم بتاعه، زي السايز بتاعه، زي مين الاونر. هنجي لها بالتفصيل الممل كمان شويه. طيب ممكن كمان في امر، بالمناسبه في امر كده مثلا زي ال اس داش اي. عارف داش ايه بيعمل ايه؟ داش ايه معناها اول. ايه معناها اول؟ عارف بيعمل ايه بكل بساطه؟ بص كده، بيعرض لك كل الملفات اللي موجوده عندك. خلاص بص هتلاحظ ان في حاجات ال اس لوحدها كده ما بيعرضهاش، هتلاقي في حاجات ظهرت مع ال اس داش ايه، وكلها الجديد كله بيبدا بدوت. عارف دوت ده معناه ان هو ايه؟ ها دوت معناه ان هو هيدن. في اللينكس اي ملف، اي ملف او دايركتوري بيبدا بدوت وبعد كده الفايل، اهو في دوت موجوده اهي، اعرف ان الفايل ده او الدايركتوري دي هيدن. خليك فاكر الحكايه دي. اي حاجه بتبدا بدوت، اي ملف او دايركتوري بيبدا بدوت في اللينكس معناه ان هو هيدن. خلاص. طيب ال اس لوحده كده من غير اي حاجه بيعرض الملفات العاديه بس اللي مش هيدن. طب لو عايز يعرض الهيدن كمان استخدم داش ايه، اهو واضحه. طيب اغير لك البيهيفير بتاع كده، غيرت البيهيفير بتاع ال اس. طب اغير لك البيهيفير كمان، اقول له كده ال اس داش ار
بص ال اس داش ار، بص الناتج بتاع ال اس بيعمل ايه؟ بيعرض الناتج او بيعرض الملفات والدايركتوريز اللي موجوده عندك بناء على ها الترتيب الابجدي لاسمائها. انما داش ار بيعرضها بشكل معكوس اللي هي ريفرسد، ريفرسد معكوسه خلاص. بص كده، بدل ما كان بيبدا من A to Z هيبدا من Z to A، شايف اهو. طيب اوريك ناتج كمان عشان تغير البيهيفير بتاع الكوماند او تستخدم اوبشن ال اس مثلا داش ار كابيتال. ار كابيتال معناها ريكيرسيف، معناها اعمل ليست للمكان اللي انا فيه للدايركتوريز للفايلز باللي جواهم. انا ما عنديش بس الا دول. طب لو جيت لو قلت له كده ال اس داش ال ار، لو قلت له ال اس كده بس السلاش، ها عرض لي بس السلاش من بره. انما لو قلت له كده ال اس داش ار للسلاش، عارف هيعمل ايه؟ هيعرض لك الروت فايل سيستم باي حاجه جواه. من الاخر هيعرض لك كل الملفات اللي موجوده عندك على الفايل سيستم. شايف هيقعد يعرض قد ايه؟ كميه ملفات كتيره جدا موجوده عندك اهو، عرضهم كلهم واحد واحد. يبقى داش ار سمول بيعرضها بشكل معكوس، انما داش ار كابيتال بيعرضها ريكيرسيفلي، يعني ايه؟ للدايركتوريز باللي جواها. واضحه الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكله؟ ها حلو جدا، حلو جدا. تعال بقى اكلمك على شويه شورت كاتس هينفعونا واحنا شغالين. تعال اكلمك على شويه شورت كاتس هينفعونا واحنا شغالين خلاص. اول شورت كات عندك، اول شورت كات عندك، بص لي كده، انا بكتب كده اي امر خلاص، وهوب فرضا انا بكتب الامر اهو، افتكرت ان انا نسيت كلمه، بغض النظر بقى عن الامر، انا بكتب اي شخبطه بالمناسبه، افتكرت ان انا نسيت اول حرف في الامر ده، انا نسيت اول حرف في الامر ده، ها يبقى كنت لازم اعمل ايه؟ اقعد احرك الكيرزور كده ان انا لحد ما اروح لاول السطر. ممكن تستخدم الكنترول ايه عشان يروح ات ذا بيجيننج اهو. خليني اكتبها لك كده، اكتب لك واحد او اتنين والباقي نكمله. بيروح لبداية السطر خلاص اهو يا سيدي اهو، شفت؟ تعالى كده احرك لك الكيرسور تاني للاخر، عايز يروح لاول السطر كنترول A اهو. طب افتكرت يا عم، قال لي ده انا بقيت في اول السطر، اوبا ده نسيت اوبشن مش عارف ايه في اخر السطر، عايز اروح للاخر، اقعد احرك الكيرسور لحد الاخر كده، كنت اعمل كنترول E. كنترول E معناها at the end، كنترول مع حرف E مع بعض، الاتنين مع بعض بيوديك لحد اخر السطر، ها ماشي كده؟ ماشي؟ ها اكمل ولا ايه؟ يبقى كنترول A بيوديك لاول السطر، كنترول E بيوديك لاخر السطر، ايه كمان؟ عندك تعالى كده نكمل سطر كبير قوي. هوبا افتكرت ان انا دلوقتي الكيرزر بتاعي في نص السطر، وافتكرت ان انا عايز امسح من المكان اللي الكيرزر واقف فيه لحد نهاية السطر. يعني انا عايز امسح الجزء ده من اول المكان اللي انت واقف فيه ده لحد هنا، عايز امسح الجزء ده كله، ها امسحه ازاي؟ عندك كنترول كي. بص ايه اللي حصل، بص ايه اللي حصل، ها وضحت؟ تاني تاني اهو، الكيرزر واقف هنا اهو، الكيرزر اللي هو المؤشر يعني اقصد، واقف في النص اهو. افتكرت ان انا اوبا يا عم ده انا نسيت مش عارف حرف هنا، طب انا عايز امسح، او اسف كل الكلام اللي انا كتبته ده عايز امسحه ملوش اي لازمه، ها كنترول كي اهو. طيب العكس بقى، انا كاتب شويه كلام اهو وهوب افتكرت ان انا كل اللي انا كاتبه في الاول ده ملوش اي قيمه، عايز امسح الجزء ده كله، ها اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هستخدم ها كنترول يو، كنترول يو ها
يبقى كنترول كي بيمسح من المكان اللي الكيرسر واقف فيه لحد اخر السطر، كنترول يو من المكان اللي الكيرسر واقف فيه لحد بداية السطر. طيب كلام جميل، تعالى كده كنترول كي امسح لحد الاخر. طيب ايه كمان يا سيدي؟ بص لي كده، كنترول دي بيعمل لوج اوت، كنترول دي اهو بيعمل لوج اوت، اعمل لوج ان تاني اهو، يبقى كنترول زائد الحرف دي بيعمل ها لوج اوت. ماشي، تعال كده جرب، كنترول دي اهو اوتوماتيك عمل لوج اوت، وضحت؟ مش كده وبس، تعمل لوجن، عايز تعمل لوج اوت عندك امر اسمه لوج اوت اهو، واضحه الحكايه دي؟ مش كده وبس، تعال اعمل لوجن، عايز اعمل لوج اوت ممكن تستخدم الامر اللي اسمه اكزيت، برضه نفس الحكايه. يبقى عندك كده ثلاث اوامر زي بعض، اكزيت او لوج اوت او ايه كمان ها او كنترول دي. طيب كلام جميل، تعال اعمل لوجن تاني، قعدت انفذ شويه اوامر عندي، كال ديت وال اس، فلقيت الشاشه عندي بقى شكلها ايه ها، في كلام كتير عايز اعمل لها كلير، عندك امر اسمه كلير اهو، عندك امر اسمه كلير، خلاص كده كلير اهو. بص كلير بيعمل ايه؟ بيطلعك صفحه فوق. ماشي، طيب كلام جميل، ايه كمان يا سيدي؟ بص كده، ديت كال الاس، اي اوامر بعد اكتبها يعني، اي حاجه بجرب عليها. عندك ممكن تستخدم كنترول ال، كنترول ال اهو، كنترول زائد الحرف ال بيعمل كلير برضو، الاثنين بيعملوا كلير، يا اما كنترول ال او كلير، خلاص اهو كنترول ال اهو عمل كلير اهو. ماشي كده، مش كده بس، بص خلي بالك، انا لما عملت كلير ايه اللي حصل؟ لسه في عندي كلام مكتوب فوق، طب انا عايزه حتى كمان الكلام ده ما يبقاش ظاهر. كلير او اقول لك بكل بساطه كنترول ال او كلير بينزل بس ها، او بيعمل سكرول صفحه فاضيه، بيبدا لك كانك بدات صفحه فاضيه، بس اللي كنت كاتبه فوق كله ها لسه موجود اهو. طب انا عايز امسح كل الكلام ده، لو عايز تمسحه كله بقى عندك امر كده اسمه ريست، ريست هيعمل ايه؟ لو جيت تطلع لفوق كده المره دي بص، قال لا ده الكلام لسه موجود يا عم، ها ليه الكلام لسه موجود؟ حد عارف ليه الكلام لسه موجود؟ ها تعالى كده اعمل كنترول دي، ريست كده، او تعالى نفذ شويه اوامر، ديت كال ال اس سلاش ال اس سلاش فار، بعد كده ريست، الكلام برضو لسه موجود. مبدئيا مبدئيا تعالى كده اوديك التيرمينال واوريك بنفسك، ال اس كال دي، بعد كده قلت له ريسيت، حبيت تطلع لفوق، بالمناسبه كمان بالمناسبه لو حبيت تطلع لفوق ممكن تستخدم شيفت وبيج اب او شيفت وبيج داون، تعالى كده ديت كال ال اس ديت، اي اوامر بكتبها لك على فكره والله، انا بجرب معاك في اي حاجه، لو عايز تطلع لفوق ممكن تستخدم، لو انت على تي تي واي، لو انت على تي تي واي استخدم شيفت وبيج اب، شيفت وبيج اب ها بيعمل ايه؟ شيفت وبيج اب بيطلعك فوق، شيفت وبيج داون بيرجعك تحت اهو،
شايف؟ شيفت تو بيج اب بيطلعك فوق، شيفت تو بيج داون بينزلك تحت. اهو شيفت تو بيج اب طلعك فوق، شيفت تو بيج داون ها بيعمل ايه؟ بينزلك تحت. كلام جميل، بص لي كده كلير كال ديت كلير كلير، خد صفحه جديده تمام. بس لو جيت عملت شيفت وبيج اب بتلاقي برضو ايه اللي حصل للكلام؟ ها بتلاقي اللي حصل للكلام لسه ظاهر معاك اهو. انما لو جيت عملت ريست وجيت اطلع شيفت وبيج اب هيقول لي واحد، الله انت بتضحك علينا يا عم، انت بتضحك علينا ولا ايه بالظبط؟ بص عشان تفهم الحكايه دي، عشان تفهم الحكايه دي هثبت لك ان هي شغال الاول، وبعد كده هقول لك ليه الكلام ده بيحصل. ماشي، تعالى كده نروح للجي او اي، وده هنخالف الشرط اللي احنا اشتغلنا عليه. بص لي كده كان ديت ال اس شيفت وبيج اب بيطلع لي اهو اي اف كونفج ال اس سلاش وليكن اي تي سي شيفت وبيج اب. بص بيعمل ايه؟ بيفضل يطلعني فوق اهو، شيفت وبيج داون بينزلني تحت تمام. لو جيت عملت ريست هنا على النيتف تيرمينال شيفت وبيج اب ما عادش شغال اهو، ما عادش شغال. قال لا، امال لما جيت هنا يا عم على ويندوز ورحت للترمينال ده كان شغال ليه؟ هقول لك بكل بساطه، الترمينال بتاعك ده، الترمينال ده اللي انا بستخدمه اللي اسمه موبا اكسترن، هو اللي مديك الفيتشر دي بس، لا اكتر ولا اقل. طب هو بيخزن الكلام ده فين اساسا؟ بيخزن الكلام ده في حاجه اسمها البفر بتاعه. الترمينال ده له بفر خاص بيه هو، تمام؟ فموبا اكسترم التيرمينال بتاع ده هو اللي مخزن، بس النيتف تيرمينال اللي موجود على لينكس مش هيخزن حاجه زي كده. وضحت؟ ماشي؟ طيب كلام جميل. حلو. ايه كمان يا سيدي ممكن نقول عليه؟ بصوا لي كده كمان، عندي كده مثلا ال اس داش ال ار للسلاش، ها؟ بص بيعمل ايه؟ بدأ يعمل ليست للسلاش اهو. لو عايز توقف بشكل مؤقت، لو عايز توقف بشكل مؤقت كنترول زد. خلي بالك هو هتلاقيه قال لك هنا ستوبد، بس عارف عامل ايه اللي حصل؟ ده ما حصلوش ستوب بشكل ايه؟ ها؟ ما حصلوش ستوب بشكل كامل، لا ده واقف بشكل مؤقت فقط. عايز ترجعه تاني استخدم الامر اللي اسمه بي جي باك جراوند. هيجيب لك الامر ده من الباك جراوند مره ثانيه يشغله لك اهو. كمل اهو، شفت؟ وضحت؟ ها وضحت؟ طيب تعال ننفذ الامر مره ثانيه، كمان مره. المره دي الامر بيشتغل، بس انا مش عايز اوقفه بشكل مؤقت، انا عايز اوقفه نهائيا. انا عايز اعمل انتربت للامر ده، انا عايز اعمل انتربت للامر ده، يعني اقول لك ايه؟ اوقفه بشكل كامل، خلاص اقطع عنه ميه ونور. هنهيه بشكل كامل مره واحده. في وسط ما هو بيشتغل كده كنترول سي، بص ايه اللي حصل الامر؟ وقف على طول. لو جيت تقول له بي جي هيقول لك يا عم مفيش عندي اي جوبس خالص في الباك جراوند. خلاص؟ يبقى كنترول سي بيعمل ايه؟ بيترمينيت، ها؟ بيترمينيت البروسيس دي، او بيوقف الامر اللي شغال ده. انما كنترول زد بيوقفه بشكل مؤقت فقط اهو. وده مثال اهو، كنترول زد وقفته مؤقتا، بي جي ها رجعه لي مره تانية.
كنترول سي المرة دي هيعمل ايه؟ لو قلت له كنترول سي ايه اللي هيحصل بعدها؟ ها هيترمينيت الامر ده. واضح؟ اهو تعال نشغله اهو، راح فين؟ كنترول سي وقف على طول مباشرة. ماشي كده؟ حد عنده اي مشكلة؟ طيب حلو، تعالى بقى كمان اوريك شوية حاجة. زي ايه مثلا؟ عايز تشط داون الماشين بتاعتك دي. تعالى كده كنترول دي، وتعالى المرة دي اعمل لوجن كده كروت. حلو جدا، المرة دي عملت لوجن كروت على طول مباشرة. طيب انا عايز اعمل ريبوت للمكنة دي، عايز اعمل لها ريبوت. ها عندك امر اسمه ريبوت اهو. لو عايز تعمل ريبوت للمكنة عندك امر اسمه ريبوت. بص ايه اللي حصل عندي للمكنة دي، اوتوماتيك اتعمل لها ريبوت اهو مرة تانية اهو. واضح كده؟ طيب ايه كمان يا سيدي ممكن اقول لك عليه؟ عايز اعمل لها ريبوت بشكل تاني كمان، بشكل تاني اهو. تعالى كده لسه بتبدأ كونكشن ريفيوزد اهي، بدأت اهي اشتغلت الحمد لله. طيب عايز اعمل لها ريبوت بشكل تاني، يبقى اول طريقة عشان تعمل ريبوت الامر اللي اسمه ريبوت كنت اقول له كده شات داون داش ار ناو. داش ار معناها اعمل ريبوت، ناو بديله عايز اعمل لها ريبوت امتى. ناو دي على ممكن احدده على فكره بالمناسبه، اوقفها كمان ساعتين او كمان اربع ساعات، لسه هنجي لها كمان شويه، بس خلينا دلوقتي في البيزكس بس، ان انا عايز اعمل ريبوت للمكنه دي. شوت داون داش ار ناو. خلاص؟ اهو بص ايه اللي حصل؟ بدأ يعمل ريبوت كمان مره، زيه زي الامر اللي اسمه ريبوت. بدأ الثانيه اساسا. حلو؟ من الحاجات الكويسة جدا في ريل 7 ان البوت سيستم بتاعه سريع جدا، لانه بيستخدم حاجة اسمها سيستم دي، هنشرحها برضو ان شاء الله في التراك اللي جاي، التراك اللي جاي بإذن الله. طيب كلام جميل، تعالى كده نجرب. ها اشتغلت؟ اه اشتغلت اهي خلاص. تمام كده؟ يبقى لو عايز تعمل ريبوت عندك امر اسمه ريبوت، لو عايز تعمل ريبوت عندك امر اسمه شات داون داش ار ناو، عندك كمان طريقة ممكن تقول له كده سيستم كنترول ريبوت. دي طريقة تالتة اهو. بص ايه اللي حصل، المكنة عملت ريبوت. يبقى كده عندك تلات طرق تعمل ريبوت بيهم. ماشي؟ طيب عايز توقف المكنة، ها تعال نعمل لوجن كمان مرة. عايز اوقفها بقى خالص، اعمل لها شت داون. ها اعمل لها شت داون بسرعة كده. يلا يا سيد الحمد لله بقت اه هي. عندك امر اسمه شات داون داش اتش. اتش معناها هالت، هالت يعني وقف المكنه. ناو اهو شات داون داش اتش ناو اهي، اوتوماتيك المكنه ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل لها شات داون، خلاص وقفت خالص نهائي. طب تعال نشغلها تاني. طيب تعال نكونكت كمان مرة. عايز اوقفها بطريقة تانية، ها اعمل ايه؟ عندك امر اسمه شات داون. احنا استخدمنا شات داون صح؟ كنا اقول له كده سيستم كنترول، سيستم كنترول باور اوف. سيستم كنترول باور اوف هيعمل شات داون للمكنة دي برضه. ها خلاص؟ تعال شغلها كمان مرة. يبقى سيستم كنترول ريبوت هيعمل ريبوت للمكنة، سيستم كنترول باور اوف ها هيعمل باور اوف للمكنة او هيعمل لها شت داون برضو. ايه كمان؟ يلا وحش. حلو جدا،
عندك امر كمان اسمه باور اوف لسه موجود. يبقى كده عندك 3 اوامر، 3 اوامر تعمل شوت داون و3 اوامر تعمل ريبوت بيهم، الثلاثه شغالين خلاص. لا الامر شوت داون له كميه اوبشنز كتيره جدا. ازاي واحد بس؟ اذا كنت انا قلت لك عليه اتنين دلوقتي، قلت لك عليه داش ار وداش اتش صح؟ ازاي هو اوبشن واحد بس اللي بيستخدمه معايا؟ وبعدين بس معلش سؤال، هو انت ينفع تستخدم داش ار وداش اتش مع بعض بالعقل كده يعني؟ خليك منطقي بقى يعني، تعال بقى نتكلم كده على المنطقيه، خليك منطقي في التفكير، ينفع تعمل ريبوت وشت داون مع بعض بالعقل يعني؟ ما هو ترد يعني، رد عليا طيب. طب ايه السؤال بقى؟ مش عارف انت سالت السؤال ده ازاي يعني، السؤال ده جه في بالك ازاي؟ خليك منطقي في التفكير، خلي تفكيرك منطقي، يعني مش سؤال غبي ولا حاجة بس خليك منطقي برضه. فين كل الأوبشنز دي؟ دول تلات أمر مختلفين عن بعض. دول تلات أمر مختلفين عن بعض، تلاتة مختلفين عن بعض تماما. ماشي؟ طيب، تعالى فين المكنة بتاعتنا؟ اتعمل لها باور أوف، طيب حلو جدا، تعالى نكمل تاني. نكمل. بص عشان اجاوبك على السؤال ده لازم تفهم سيستم دي شغاله ازاي. السيستم دي هيكون لينا معاها معركه ان شاء الله، دي هتكون معركة حرفية واحنا اما نوصل لها. ماشي؟ فما تشغلش بالك دلوقتي مؤقتا لحد ما نوصل لسيستم دي. اوعدك هتتبسط جدا من سيستم دي انا واشرحها يعني. هعذبك معايا، انا هكون مستمتع جدا وانا بعذبك معايا فيها ان شاء الله. طيب. لو عايز تريبوت كمان عندك امر اسمه init 6. ها هيعمل لك ريبوت. ده كمان امر. خلاص؟ يبقى كده عندك اربع اوامر. على فكره انا بجيب لك من مخيلتي يعني، عندك اربع اوامر تعمل بيهم ريبوت. ماشي؟ اهو بدا اهو، تعالى كمان نكونكت كمان مره. ليه انا بديك الاوامر دي؟ عشان انت في البيت لما تبدا تجرب بقى المره دي عايز ايدك تمشي على الشل شويه، عايز تمشي على التيرمينال شويه كده تكتب امر كتير، عايز انك تاخد عليها. عندك كمان انت زيرو، انت زيرو بيعمل شوت داون، انت زيرو بيعمل شوت داون. ها يبقى انت كده النهارده خدت 8 اوامر بس، 8 اوامر عشان تعمل شوت داون او ريبوت بس كده. اربع طرق مختلفه للريبوت واربع طرق مختلفه لايه؟ للشوت داون. ماشي؟ اجمالا 8 اوامر. طيب حلو جدا، تعالى هنا يا سيدي المكنة، تعال نشغلها كمان مرة. طيب مع الشورت كاتس اتعاملنا، مع الشورت كاتس اتعاملنا مع ايه النهاردة؟ في الشورت كاتس الجزء بتاع الشورت كاتس، كنترول ال، كنترول يو، كنترول كي، ها كنترول اي، كنترول اي، كنترول زد، كنترول سي، ها كلير، ريسيت، صح؟ ايه كمان؟ حلو، تعال كده. بص لي كده، أنا بكتب أمر أهو، بص كده. أنا بكتب حاجات، أمال اللي كتبته ده ما بيظهرش ليه؟ اللي كتبته ده ما بيظهرش ليه؟ طب بص عايز أظهره؟ كنترول كيو كده. إيه يا عم اللي أنت عملته ده؟ بص لو ضغطت كنترول إس بيعمل حاجة اسمها لوك للسكرين. كنترول اس بيعمل لوك للسكرين، بص كده عمال اكتب على المكنه مفيش اي حاجه بتتكتب، بس لو عملت كنترول كيو بيعمل انلوك، ده اللي انا كتبته. شفت؟ ها ايه رايك؟ يبقى كنترول اس بيعمل لوك للسكرين، كنترول كيو بيعمل ها انلوك للسكرين. واضحه الحكايه دي؟ طيب كلام جميل. بص لي كده كمان، لو انت بتنفذ اي امر على التيرمينال وهوب
لا يا عم انا مش عايز انفذ الامر ده، انا عايز خلاص مش محتاجه اساسا. كنترول سي، ها خلاص ما بينفذش الامر ده، بيكنسل الامر ده. يبقى كنترول سي لو الامر شغال بيوقفه، لو الامر لسه على التيرمينال ولسه ما بداتش تنفذه بيكنسل الامر ده وبدا لك سطر جديد. ماشي كده؟ واضحه الحكايه دي؟ ها حد وقع منه حاجه يفكرني، لو حد وقع منه حاجه يقول لي وانا هوقفه. حلو جدا، ممتاز، الله يفتح عليكم. طيب ايه كمان يا سيدي؟ ايه كمان؟ بص لي يا سيدي، ممكن تنفذ امرين مع بعض وانت شغال كده. بص عمل ايه؟ بص كده بكل بساطه ايه اللي حصل. انا قلت له ال اس وبعدين ديت، اهو راح عامل ال اس وبعدها راح منفذ مين؟ ديت. خلاص يبقى لو عايز تنفذ امرين مع بعض قول له كده ال اس وحط بعدها ها سيمي كولون وبعد كده الامر التاني، اهو. ايه رايك؟ لا ماليش دعوه باند اور دلوقتي، لسه ما دخلناش في الشيل سكريبتنج. اند اور دي لسه لها كمان كام يوم، لسه. ماشي كده؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب يا مسهل، ايه تاني يا سيدي ممكن اديهولك النهارده؟ حلو، تعالى بقى كده اكلمك على اليوزرز والجروبس قبل ما نخش في البرميشنز. ماشي، تعالى كده اكلمك على اليوزرز والجروبس. ايه بقى حكايه اليوزرز والجروبس دي؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الروت يوزر، الروت يوزر ها دايما بيكون اليوزر اي دي بتاعه كام؟ صفر. والنورمال يوزرز ها من 1000 وانت طالع، واللي ما بينهم دول السيرفيسز يوزرز او السيستم يوزرز. ماشي، طيب كلام جميل قوي. طيب بص يا سيدي، بالنسبه للجروبس بقى، بص باي ديفولت اول ما بتكاري يوزر اوتوماتيك بتكاري جروب بنفس اسمه. خلاص الجروب دي هي البرايمري جروب بتاعته. ايه البرايمري جروب دي؟ هو اصلا قبل اي حاجه اساسا ينفع يوزر يكون اكتر من في اكتر من جروب؟ ايوه ممكن يوزر يكون في اكتر من جروب، بس اليوزر بيكون له برايمري جروب واحده بس. يعني انت وانت شغال في شركه بيكون دورك ان انت سيستم ادمن بس، لكن ده ما يمنعش ان انت ممكن مثلا ايه تكون فيجر سويتش مثلا، مش عارف تكون فيجر اكسس بوينت، لا مش عارف تسيت اب مكنه ويندوز لو المدير بتاعك مثلا الويندوز اللي عنده وقع على الجهاز، فاهم؟ لا مش عارف ممكن مثلا تفتح الفوتوشوب تقعد تلعب عليه تغير في اللوجو بتاع الشركه وتقول لهم خلاص اشتغلوا بيه. وصلت؟ لكن انت دورك الاساسي ايه؟ سيستم ادمن بس. فانت ليك برايمري جروب واحده بس ممكن تكون ممبر في اكتر من سكندري جروب. يعني انت البرايمري جروب بتاعك ممكن يكون سيستم ادمن، لكن انت في نفس الوقت انت شغال نتورك ادمن، او شغال مع النتورك ادمنستريشن تيم، وشغال مع الداتا سنتر تيم، وشغال مع مثلا الجرافيكس تيم، وشغال مع الداتا بيس ادمنز تيم، لكن انت دورك الاصلي ايه؟ ها سيستم ادمن بس. يبقى اي يوزر في الدنيا بيكون له حاجه اسمها برايمري جروب واحده بس، تمام كده؟ بس ممكن يكون ممبر في اكتر من سكندري جروب. طيب نرجع بقى لموضوعنا، اول ما بتكريت يوزر، اول ما بتكريت يوزر بتكريت جروب بنفس اسم اليوزر ده، هي البرايمري جروب بتاعته ومفيش فيها اي حد الا اليوزر ده فقط. خلاص، واسمها اليوزر برايفت جروب. تاني هعيدها كمان مره، اول ما بتكريت يوزر بتتكريت جروب بنفس اسم اليوزر، هي اليوزر برايمري جروب ومفيش فيها اي حد الا اليوزر ده. خلاص، واسمها اليوزر برايفت جروب. طيب اديك مثال على كده. مثال، انا عملت كرييت ليوزر اسمه مصطفى، هتتكريت جروب اسمها مصطفى برضه، هي البرايمري جروب او الجروب اللي اسمها مصطفى هتكون البرايمري جروب بتاع اليوزر اللي اسمه مصطفى، ومفيش فيها اي حد الا اليوزر اللي اسمه مصطفى ده برضه، واسمها البرايفت جروب بتاع مصطفى بس.
واضحة؟ ماشي. مثال كمان، مثال كمان، كرييت يوزر اسمه علي، هتتكريت جروب برضو اسمها علي، هي اليوزر برايفت جروب بتاع مين؟ بتاعت علي، وهي البرايمري جروب بتاعت علي برضو. خلاص. طيب هو انا ازاي اصلا اكريت يوزر؟ ازاي انا اكريت يوزر يا عم؟ بص لي كده، يوزر اد علي، لو جيت اقول له كده ال اس سلاش هوم، بص ايه اللي حصل، اوتوماتيك اتكريتد. ها ايه اللي حصل؟ اتكريتد دايركتوري او الهوم دايركتوري بتاع اليوزر ده. طب لو جيت اقول له كده اي دي للراجل اسمه علي، بص ايه اللي حصل، بص كده اليوزر اي دي بتاع الراجل ده بقى كام؟ 1001، واسمه علي، ده اليوزر نيم. طب ايه الجي اي دي؟ الجروب اي دي، الجروب اي دي بتاعته برضه 1001، واتعملت له جروب اسمها علي. طب الراجل ده ممبر في انهي، في انهي جروبس باي ديفولت؟ هو ممبر في الجروب اللي اسمها علي بس. ها يبقى باي ديفولت لما بتكريت يوزر باسم اهون، بتتكريت له جروب بنفس الاسم، ومفيش فيها اي حد الا اليوزر ده فقط، وهي البرايفت جروب بتاعته. خلاص. لو جيت تقول له كده يوزر اد وليكن احمد ال اس كده سلاش هوم، ايه اللي حصل؟ اوتوماتيك عارف ان في يوزر اتضاف، فراح مكريت له مين؟ ها هوم دايركتوري باسمه. طب لو جيت اقول له كده اي دي للراجل اللي اسمه احمد، بص ايه اللي حصل، المره دي اليوزر اي دي بتاع الراجل ده اسمه رقمه كام؟ 1002، واليوزر نيم بتاعه اسمه احمد، الجروب اي دي بتاعته كام؟ ها 1002 برضو. خلاص. والجروب نيم بتاعته اسمها احمد برضو، والراجل ده ممبر في انهي جروبس؟ ممبر في الجروب اللي اسمها احمد فقط. وضحت؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ حد عنده اي مشكلة؟ طيب هو انت كده لما كريت يوزر، لما كريت اليوزر ده، اليوزر ده دلوقتي بقى اكتف؟ اليوزر ده دلوقتي بقى اكتف؟ ايوه اليوزر ده بقى اكتف، فاضل له حاجه بس عشان تقدر تستخدمه، ان انت تسيت الباسورد بتاعته. ما هو الراجل ده لما يجي يعمل لوجن، ها بيطلب منه يوزر نيم وباسورد، صح؟ انا عملت له باسورد لحد دلوقتي؟ لا. معنى كده ان انت مش تقدر تستخدمه لحد ما ايه، ها ما تكريت الايه، الباسورد بتاع الراجل ده، او تسيت الباسورد بتاعته. فعايز تسيت الباسورد بتاع الراجل ده، قول له كده باسورد لاحمد، هدي له الباسورد بتاعته، بص كده، ها قلت له عايز اغير الباسورد بتاع الراجل اللي اسمه مين، ها اللي اسمه احمد، طلب مني باسورد، اديته باسورد، بص عمل ايه، قال لي ثانية واحدة الباسورد بتاعتك دي فيها مشكلة، او طلع لي وورنينج بكل بساطة، قال لي الباسورد دي اقل من 8 كاركترز، بس في النهاية لما دخلتها له تاني قبلها مني. عارف ليه؟ ها عارف ليه؟ لأني روت، فأنا لما أغير الباسورد لأي يوزر، ها هيغيرها بصلاحيات الروت. معنى كده لو في أي ريستريكشن مش هيتطبق على مين؟ على الروت ده. طيب بص بقى كده، لو أنا جيت عملت لوج أوت ودخلت بالراجل اللي اسمه أحمد، عملت لوجن اهو، تمام، قلت له يا عم وريني الاي دي بتاعي كده، اي دي بتاعي، قال لي انت اسمك احمد اهون، والجروب بتاعتك اسمها احمد برضو، وانت ممبر في الجروب دي بس. سيب السي لينوكس دي، هنوصل لما السي لينوكس هشرحها لك ان شاء الله لما نوصل للسكيورتي. خلاص. اللي هي من الجزء ده بس دلوقتي مؤقتا اهو. طيب كلام جميل. طيب قلت له كده باسورد، انا عايز اغير الباسورد. بالمناسبه لو قلت له باسورد كده من غير ما تحدد له اليوزر، ها هيعمل ايه؟ هيحاول يغيرها ليك انت شخصيا. يعني قلت له باسورد بس من غير ما اقول له اغيرها لمين، بيفترض ان انت عايز تغيرها لنفسك. وبالمناسبه مفيش اي حد يقدر يغير اي باسورد على السيستم الا الباسورد الخاصه بيه هو، ما عدا الروت. الروت ممكن يغير الباسورد بتاعت اي حد، لكن انت كيوزر احمد ينفع تغير لنفسك بس. لكن انت كاحمد ينفع تغير لعلي؟ لا ما ينفعش. طب ينفع تغير لمصطفى؟ لا برضو ما ينفعش. ها وصلت؟ واضحه الفكره دي؟ طيب تعال كده غير الباسورد لاحمد. لو جيت اقول له بقول بص كده، لما انا كنت
احمد يوزر عادي بص سالني على ايه، قال لي ايه الكرنت باسورد بتاعتك، تعالى اديها له كده، تعالى ادي له باسورد كده، بص لو انا حاولت، لو انا حاولت كيوزر عادي اختار اي باسورد لنفسي وكانت الباسورد دي ضعيفه، ها بص ايه اللي حصل، طلع يقول لي في مشكله في مشكله في مشكله، وهوب قال لك بس انت حاولت تدخل الباسورد دي اكتر من مره انت وصلت للماكسيمم نمبر اوف ريترايز. شفت ايه اللي حصل؟ يبقى لو انت ها بص مبدئيا ينفع اه ممكن اديت اليوزر واخلي اليوزر اي دي بتاعه صفر، لكن ده مش ريكومندد، المفروض بيكون في روت يوزر واحد، مش ريكومندد ابدا، انت كده عملت باك دور في السيرفر عندك، بيكون في روت يوزر واحد بس، والروت يوزر ده بيدي صلاحيات لمستخدم معين يعمل حاجه معينه، والمستخدم تاني يعمل حاجه تانيه، والمستخدم تالت يعمل حاجه تالته، ماشي؟ لان لما بتكون على سيرفر طبيعي في الدنيا ها بيكون عندك ايه داتابيز ادمن، فانت بتدي للداتابيز ادمنز جروب صلاحيات الاوامر بتاع الداتابيز ادمنستريشن فقط، بيكون عندك ستورج ادمن بتدي للجروب بتاع الادمن بتاع الستورج صلاحيات ينفذوا الاوامر الخاصه بالستورج والاوامر بتاع الفورمات الفايل سيستم وهكذا، عندك جروب بتكون نتورك ادمن بتديهم صلاحيات بس على الاوامر الخاصه بالنتورك ادمنستريشن، لسه هعلمك ازاي ترست الباسورد بتاع الروت، ما تسبقش لسه ما وصلناش للمرحله دي، لسه ما وصلناش للمرحله دي تمام. طيب يبقى تاني نرجع للموضوع اللي احنا كنا فيه، يبقى لو انت يوزر عادي مش هينفع تختار باسورد ويك، انما لو انت روت وبتغير الباسورد اليوزر عندك ممكن تختار اي باسورد تعجبك، قلت لك الروت ملوش اي ريستريكشن، الروت ملوش اي ريستريكشن، ولو انت قلت له كده الامر اللي اسمه باسورد، بالمناسبه الامر اللي اسمه باسورد كده مفيش مش بي اس اس دبليو او ار دي، لا هو بي اي اس اس دبليو دي ماشي، لو اديته له كده من غير ما تحدد له اسم اليوزر ها اوتوماتيك بيعمل ايه، بيفترض ان انت عايز تغيرها لنفسك. طب لو قلت له بتاع يوزر معين، لو انت روت هتقدر تغيرها لاي يوزر، لكن لو انت يوزر عادي هتغيرها لنفسك فقط، ها وضحت الحكايه دي؟ طيب بالمناسبه بقى لما تيجي تختار باسورد، يعني بالله عليك يعني اختار باسورد فيها كابيتال ليترز فيها سمول ليترز وفيها نمبرز وفيها سبيشال كاركترز، سبيشال كاركترز مثلا زي الاند، زي علامه المية في المية، زي الدولار ساين، زي الات، زي الاكسكلاميشن او علامه التعجب ماشي، زي حاجه زي كده مثلا، شايف زي الاستريك اهو، دي اللي هي السبيشال كاركترز اللي اقصدها، زي الاسهم كده الاقواس كده، وضحت؟ وضحت؟ فبالله عليك لما تيجي تختار باسورد دايما دايما اختار باسورد تكون صعبه شويه عشان ما توديش نفسك في داهيه، بلاش حكايه تيست 1 2 3 دي، وبلاش اي بي سي 1 2 3، وبلاش من 1 ل 8، وبلاش باسورد روت اسف يوزر روت والباسورد تور، يعني انا شفت ناس كانوا بيعملوا كده الباسورد تور عكس كلمه روت، وبلاش روت والباسورد ريد هات، ممكن اسامحك لو عملتها في تيستنج لاب، انما في برودكشن انفايرمنت بلاش، الله يكرمك ما تحطليش يوزر نيم روت والباسورد ريد هات ها، ولا يوزر روت والباسورد تور، ابوس رجليك ما توديش نفسك في داهيه، ها وضحت الحكايه دي؟ ها حد عنده اي مشكله، حد عنده اي مشكله؟ طيب طيب يعني هنكتفي بهذا القدر النهارده لان انا بقي وجعني من كتر الكلام والله، وايه وان شاء الله نكمل يوم الاحد الساعه 7 تمام.